الخوف هو الشعور الكفيل يخليك تخسر احتمال الربح، الراحة، احتمال انك تلاقي السعادة وانك تعيش بعز. الخوف من الفشل بيخليك تضلك مكانك وتخسر حتى احتمالية النجاح. الخوف من انه تحكي وما حدا يفهمك ما راح يخلي اللي قدامك يفهمك. الخوف من انه تفقد شخص كنت نعتبره هو الحب بس مو حاسس معه بالامان بيخليك تخسر أجمل شعور بالكون. لأن صدقني ما في أحلى من الأمان، والخوف من أنه تحارب تقاوم وترفض بيخليك تعيش كل حياتك مسدود. خلي هالسؤال دايما ببالك، شو أسوأ شغلة ممكن تصير؟ رح تكتشف أنه حتى أسوأ احتمال مو مستاهل كل هالخوف، وأنه تضلك خايف هو يلي بيخوف، وأنه احتمال بس احتمال تلاقي يلي بدك إياه يستاهل تخاطر وتكسر هالخوف.